تقول في هذا السؤال: سبق فضيلة الشيخ أن أديت فريضة الحج مع أخي ومعه زوجته وبرفقتنا زوج ابنتي ومعه أيضا والدته، ولم أختر نسك معين عندما نويت الحج لجهلي بذلك، وإنما نويت حج فقط. كذلك أدينا طواف القدوم وصلينا 5 فروض في منى يوم التروية، ثم وقفنا بعرفة، ثم مررنا بمزدلفة لأخذ الحصيات، وفي صبيحة يوم النحر ذهبت مع أخي لرمي جمرة العقبة، فرميت الجمرة ب7 الحصيات مرة واحدة، ولاحظت عدم وصول هذه الجمرات إلى المرمى من شدة الزحام، ربما تكون أصابت أحد الحجاج أو طاحت قريبا مني. بعد ذلك لم أرمي ليومين التاليين، ولم أعلم في ذلك الوقت هل وكلت أخي بالرمي عني أم لا، وسألت حاليا فأجاب بأنه لا يعلم، وذلك لطول الوقت ما يقارب من 15 سنة، ولكن يقول: إذن أنا وكلته فقد رمى عني، ولكنه ليس لديه يقين، علما بأننا أكملنا مناسك الحج من طواف إفاضة وسعي الحج وطواف الوداع عدا نقص الرمي. أفيدونا جزاكم الله خيرا. أقول إن الواجب على ما قرره الفقهاء رحمه الله تذبح بدلا عن الرمي شاة في مكة أو خروفا أو تيسا أو عنزا في مكة، تذبحها وتوزعها على الفقراء، لأنها تركت واجبا من واجبات الحج. والضابط في ترك واجبات الحج عند الفقهاء أن من تركه فعليه فدية، تذبح في مكة وتوزع على الفقراء.